اذا بدك ببعث لك، عملت سكرين شوت للجدول، فانا يعني راح اتغلب لما اعمل له شير لاني بشتغل من الايباد. المهم الان انا بهمني او بكفيني ال 16 فانكشنز اللي حكينا عنهم، بدنا نقسمهم لثلاث مجموعات رئيسيه. اول مجموعه بتضم تو فانكشنز اللي كانوا بروديوس كونستانت. لما كان في فانكشن نحكي مثلا اف equals 0 او f equals 1، هذول جروب واحد اللي هو الاوتبوت هو كونستانت بغض النظر ايش هم الانبوتس. فهي اول جروب. ثاني جروب برضو بضم فور فانكشنز. هذول الفور فانكشنز هم عباره عن اليونري اوبريشن. ايش المقصود باليونري اوبريشن؟ هلا في عندنا اوبريشنز unary operations وفي عندي binary operations. بالنسبة لل unary operations بيكون فيها only one operand. مثل إيش؟ في عندنا four functions كانوا موجودين عندنا. كيف؟ خليني أكتبها أول شيء. unary operation. تختصرها operation بكلمة op. لا مش XOR. لما نحكي F equals X أو F equals Y unary operation one operand، ولما نحكي F equals X prime أو F equals Y prime برضو بنحكي عن unary operation لأننا بنستخدم only one operand. الحالة الأولى هي بسموها transfer. وهي نفسها ممكن تشوفوها بالديجرامز as a buffer. مثلث مثلا بيكون كاتب لك X مثلث F. هاي الأوبريشن اسمها buffer وهي بتمثل عملية الترانسفير. شو المقصود بالترانسفير؟ يعني نقل، يعني نفس الانبوت بيطلع برا عندي على الاوتبوت as it is. ممكن طبعا تشوفوها بشكل مثلث واحد بهذا الشكل او two cascaded inverters، يعني two inverters وراء بعض. اول inverter بتعمل complement، ثاني inverter بترجع للاصل. فممكن اشوفها بهذا الشكل مثلث فقط، او ممكن اشوفها على شكل two cascaded inverters. لاحظوا هون لو دخلت x f راح تكون x، هون بالنص راح يكون عندي X prime بس راح يرجع ينعمل لها complement مرة ثانية بالإنفيرتر الثاني. فعندي two cascaded inverter بيعملوا لي عن عملية transfer أو اللي هي اسمها buffer اللي هو هذا المثلث الموجود عندي هون. ممكن تكون على شكل مثلث بالديagram بالcircuit diagram أو two cascaded inverter. cascaded يعني متتاليين متتابعين وراء بعض. إذن هذا النوع الثاني عندي four unary operations بالترانسفير إنها تطلع كما هي، أو نعمل complement نستخدم inverter. طبعا complement هاي يعني فيش داعي نفصل فيها كثير، يعني لما ندخل X على inverter تعطيني X prime، لما ندخل Y على inverter تعطيني Y prime and that's it. قضيتها سهلة. لاحظوا احنا قلنا في عندي 16 operations، اثنين اللي بيعطوني constants، أربعة بيستخدموا unary operations. ايش ضل عندي؟ ضل عندي المجموعة الثالثة واللي بيضل إلها قديش؟ 10 operations. العشرة operations هذول اللي بيستخدموا binary operators، يعني بيحتاج لتو operands. مثل ايش هاي الاوبراندز؟ لاحظوا في عندي الاند، الاور، الناند، عفوا، والنور. هذول يفترض كلنا بنعرفهم. الاند ما يكون عندي اكس واي، الاور اكس بلس واي، الناند هي اند معمول لها كومبلمنت، النور هي نفس الاور معمول لها complement. هاي أول أربعة. الأربعة الثانيين اتفقنا في عندي XOR و XNOR. مثل
X or طبعا هاي كيف بتكون X Y prime plus X prime Y هيك بتنكتب. أو لها شكل ثاني X X or Y. هاي الX or هذا السيمبل هو خاص بالX or X or عفوا هو بلس حواليه دائرة بلس جوا دائرة بيمثل XOR. طيب الـ XNOR هو عبارة عن XY بلس X برايم Y برايم. فعليا هو نفس هذا الـ expression إذا عملنا له complement كله وعدنا وعملنا distribution برضو طبقناها رح نوصل لهذه النتيجة. أو ممكن نستخدمه as x ونفس السيمبول الخاص بال x or y نعمل له complement فبيمثل x nor. طب لحد الآن صار عندي 1 2 3 4 5 6 ظل عندي 4 operations. اللي هم الانهيبيشن والامبليكيشن. برافو عليك يا محمد. اللي مثل اكس واي برايم او اكس برايم واي هذول حكيناهم عن الفانكشنز كانت اف2 اظن واف4 بالجدول. وفي عندي الإكويفالنس اللي هي الإكس نار في عندي الكونستانت اللي هي النال. طب هاي ذكرناها لما قلنا كونستانت 0 and 1 في عنا هم two implications و two inhibitions. هاي هم صاروا إيش صاروا 4 two inhibitions و two implications. إذن اللي ظلوا هم عبارة عن f equals x y prime f equals x prime y f equals x prime plus y f equals x plus y prime. وهذول عموما نادرا ما يستخدمون فنادرا ما نشوفهم أو نتعامل معهم إحنا أيضا ضمن هذا الكورس. بهيك بنكون غطينا كل الـ 16 functions اللي ممكن نطبقهم على two variables أو two binary variables مثل x و y زي ما شفنا بالجدول وزي ما شفنا بالشرح والتوضيح والcategorization برضو إنه نجمعهم as categories مجموعات متشابهة نوعا ما مع بعض. لاحظوا الcategories إحنا قلنا ممكن يكون يعطيني الاوتبوت كونستانت او ممكن يستخدم بحاله البفر او الترانسفير x برايم y برايم بحاله انه نستخدم انفرتر او نعمل كومبلمنت لواحد من الانبوتس. وهي الحاله الاربعه فانكشنز او اوبريشنز احنا بنستخدم وان اوبرند. والحاله الاخيره اللي فيها 10 فانكشنز في عندي 2 انهيبيشنز 2 امبليكيشنز هي صاروا 4 الان كمل 5 6 7 8 9 10. طبعا اكثر شيء مشهورات وراح نتعامل معهم الثمانيه اللي موجودين عندنا هون او السته اللي موجودين هون اللي هم الاند الاور ناند نور اكس نور اند اكس اور. وبهيك بنكون انهينا سكشن 2.7 وبنقدر ننتقل الى سكشن 2.8. إذن عندنا section
بيحكي لنا عن ديجيتال لوجيك جيتس. نتذكر في بداية الكورس ذكرنا انه في عندي مجموعة من البيسك لوجيك جيتس، كانوا عبارة عن الاند اور اند نوت. طيب الان بدنا نركز على 8 functions ونشوف ايش الجيتس اللي بتقابلهم. ايش عندنا الفانكشنز الرئيسيه من ال 16 اللي شفناهم اللي راح نركز عليهم من الان وطالع؟ لاحظوا انه من ضمن الفانكشنز الاساسيه واللي بنعرفها سابقا اصلا عندنا الاند جيت. نعرف انه في عندي اند جيت، والاند جيت بتكون على شكل اكس واي بيدخلوا مع بعض على اند جيت، والاوتبوت اف بيمثل اكس واي. ولو بدنا التروث تيبل اللي خاص فيه نعرف ايضا انه هاي اكس وهاي واي وهاي اف 0 1 0 1 0 0 1 بالضبط يا محمد. الاوتبوت راح يكون 0 0 0 1. إذن هذا بالنسبة للأند جيت. كذلك الأمر ممكن نطبق نفس الخطوات على الأور جيت. لو بدنا نحكي عن الأور جيت راح يكون عندي X Y والسيمبول الخاص فيها أو something like this. وقف بتمثل X plus Y، والتروث تيبل الخاص فيها للاختصار F إيش بتكون؟ بتكون 0 1 1 1 لكل الكومباينيشنز، الفور كومباينيشنز. طيب إيش عندي كمان؟ في عندي الانفيرتر والبفر، عكس بعض الانفيرتر والبفر. فلما نحكي انفيرتر إحنا بنحكي عن مثلاً، نفترض إنه في عندي X تدخل على انفيرتر، الانفيرتر هو مثلث وفي عندنا سمول سيركل، بتطلع اف، اف بتمثل اكس برايم، وهي التروث تيبل لها كيف بيكون شكله؟ فلتكن هاي اف 1، نعمل للثنتين بالمره اكس او اف 1. لحظة، لو كانت X 0 أو 1 F1 راح تكون inverter عكس complement، يعني 1 إذا كانت 0 تكون 1 وإذا X 1 لا F1 بتكون 0. بالمقابل لما نحكي عن البفر ذكرنا أنه راح يكون عندي something like this. X تدخل على بفر، البفر مثلث بدون الدائرة الصغيرة، خلينا نسميها F2 هي نفسها X. إذن هون ممكن نحكي عندي هون F2 وتكون نفس X. إيش ما كانت X F2 بتكون نفس X، وهي هي عملية البفر أو البفرينج، إنه بضل الإشي كما هو بيطلع عندي. تقريبا مع بعض الفروقات يا محمد، يعني مش exactly. البفر هي exactly the same value، بس المثال اللي أنت ذكرته ممكن يأخذ positive ونيجاتيف لما نأخذ الجذر. طيب ممكن نحكي عن الناند جيتس. الناند جيت هي عبارة عن اند جيت، اي اكس واي واي بيدخلوا على اند جيتس. بس ايش الفرق ما بين الاند والناند؟ في عندي هون بتكون سمول سيركل بعدين بتروح على الاوتبوت.
وF3 بهاي الحالة بتكون عبارة عن X Y not complement prime، سميها زي ما بدك. طيب أيضا في عندي إيش؟ في عندي NOR gates. أظن سهل نحكي عن التروث تيبل للناند جيت أو النور جيت، يعني مش قضية. النور جيت إيش بتكون؟ هي عبارة عن X Y بيدخلوا على OR بس بعد الـ OR في عندي small circle اللي بتعمل NOT قدمته على F Y complement، هي NOR. وضروري نكون عارفين السكيماتيك دايجرام السيمبل اي شيء يتعلق بكل اوبريشن. ضل عندي اخر تو اوبريشنز اللي هم الاكس اور اند اكس نور. اذا في عندي الاكسكلوسيف اكس or واللي نفسها ممكن نشوفها as x or. هاي كيف بتكون؟ بيكون في عندي x y، شوف السكيماتيك دياجرام إلها، لا هي بتشبه ال or بس exclusive، فهم أيضا بالرسمة خلوها بتشبه or وعملوا لها حركة عشان تصير x or. كيف صارت؟ صارت or gate بس في كمان جوز ثاني هون، عشان هيك صار اسمها X NOR، عفوا X OR مش OR. ستيل بيجي دور الخطوط هاي اللي بتمثل الانبوتس، والاوتبوت بيطلع على الاف اللي بقدر اكتبها ايضا بشكلين، اما X Y برايم بلس X برايم Y، او بستخدم السيمبول الخاص بالX OR اللي هو بلس جوا دائرة. And that's it. هذا فيما يتعلق بالexclusive OR. أيضا عندي exclusive NOR. اللي ممكن نحكي عنها equivalence أيضا. إلها اسم ثاني هو equivalence. X وبرضه ممكن نسميها X NOR. كيف بتكون هاي؟ شو بتختلف عن X OR؟ بس في NOT، بس في NOT. كيف راح تكون رسمتها؟ لو كانت عندي هاي X وهاي Y زي ما حكينا راح تكون OR gate، في جوز ثاني عشانها X OR، في bubble أو circle صغيرة. السيركل هاي راح تشوفوها ببعض المراجع أو بعض الأماكن مكتوب عنها بابل أو سيركل صغيرة اللي هي اللي بتعمل نات أو الانفيرتينج أو الكومبليمنت. الآن بيجي عندي تو انبوتس والأوتبوت بيطلع بيمثل الأف. أيضا الأف هون بقدر أكتبها بشكلين، إما بكتبها X Y بلس X برايم Y برايم أو X X OR Y complements عشان تصير X NOR، وقلنا هاي اسمها X NOR. ممكن نشوفها بهذا الشكل، ممكن نحكي عنها equivalence أو exclusive NOR. طيب الآن بدنا نحكي عن موضوع number of inputs لأي gate. هلا أي gate اللي موجودين جوا الـ ICs غالبا في المختبر رح نشوف إنه إلها two inputs فقط، لكن أحيانا
في المادة النظرية بنحكي عن 3 inputs 4 inputs لنفس الجيت. وهي الشغلة راح تشوفوها وين؟ المختبر لما تاخذ مختبر، يعني راح تشوفوا انه الاند جيت هاي اللي لها 4 inputs ما بنقدر نمثلها بالمختبر بهذا الشكل. راح نحكي بدنا اول اند جيت اللي بتستوعب لغاية 2 inputs A B، الاوتبوت منها بيدخل على another and gate مع C، الاوتبوت منها بيدخل على another and gate مع D، والاوتبوت من هاي هو اللي بيروح على F علشان نمثل الاوبريشن الموجوده بالاند جيت اللي هون. هاي اول ملاحظه لازم نفهمها، انه بالمختبر مش راح نلاقي هاي الاند جيتس، رح نضطر نشتغل هذا الشغل علشان نمثل هاي الاند جيت اللي لها 4 inputs. طيب any gate can be extended to have multiple inputs، كيف ممكن نوسع ونحكي انه هاي الجيت بتاخذ many inputs؟ هلا في شرط اساسي انه لازم هاي الاوبريشن تكون بتقبل الكوميوتيتيف والاسوشيتيف رولز. كيف يعني؟ يعني لو جينا على الاند، ذكرنا سابقا انه فيش عندي مشكله او فرق ما بين A B C، هي نفسها A B C، لذلك بهيك حاله انا ما عندي مشكله اني اعمل extension للانبوتس. الاور ايضا كذلك الامر ما فيش عندها مشكلة. وين راح تكون عندي مشكلة؟ بالناند والنور. لاحظوا بالنسبة للناند ونور operations هما not associative. كيف يعني؟ اللي بدنا نعرفه كويس انه الناند والنور لو قلنا لان هاي الشروط مشان نحكي انه بنقدر نحط many inputs على الجيت او لا، يعني more than two inputs او لا، او كيف ممكن نختصر زي ما عملنا هون. يعني بهاي الحالة هون مثلا بالنسبة للاند جيت قلنا انه السيركت اللي برا هاي only one gate اللي موجودة هون هي تكافئ نفس السيركت دياجرام الموجودة هون، تكافئها تماما وبدون أي مشاكل. لكن هل هذا بينفع أو صحيح مع كل الجيتس؟ الجواب لا، شوي موضوع تركي، فيهم مشكلة بس صار تحايل عليها وحلوها. إذا الناند والنور أيضا نقدر نمشيها، نعتبر انه ما في مشاكل، رغم انه في عليها مشكله الا وهي مثلا لو كان عندي، قلنا بالنسبة للأور صح، الآن لو نحكي عن الناند، لاحظوا بالنسبة للناند في فرق ما بين نقول X Y برايم معمول لها أندينج مع Z والكل يصير له برايم، هاي ما بتساوي، خليني اكتبها تحت، ما بتساوي فيما لو حكينا y عفوا y z prime x prime. هذا بالنسبة للناند.
فعليا هاي ما بتساوي هاي. اذا الاسوشيتيف لو مش شغاله بالنسبه للنان، وكذلك الامر بالنسبه للنور. طبعا ليش مش شغاله؟ لو جينا للجزء الاول هذا كيف ممكن يصير؟ لاحظوا لو البرايم اللي برا دخلناها، اذا دخلنا البرايم اللي برا هون ايش راح نحصل؟ الاكسبريشن راح تصير زد برايم بلس البرايم مع البرايم راح تروح اكس واي. هاي مين؟ هاي. طب بالنسبه لهاي راح تصير اكس برايم بلس واي زد. ولاحظوا انها هاي تختلف عن هاي، هاي مش نفسها هاي. اذا الاسوشيتيف لو بالنسبه للناند جيت او الناند اوبريشن نوت ابليكابل، غير قابل للتطبيق. لذلك ما بنقدر نحكي انها هاي نفسها هاي واطبقها زي ما بدي بالنسبه للسكيماتيك دايجرام. بالمقابل الحل اللي تم اللجوء له كان ما نكتب الناند جيت للثري انبوتس بهذا الشكل. الاسهل ان نكتبها هيك اكس واي زد، او بالنسبه للنور جيت اكس بلس واي بلس زد نعملها كومبليمنت. بهاي الحاله كانت تقبل هاي الجيتس ثري انبوتس، فكانت الاولى عباره عن and وهاي بابل صغير عشان تصير ناند، وهاي اكس واي زد بدون مشاكل تصير صح. والحالة الثانية اللي موجودة عندي هون اللي هي النور جيت برضو ايضا قبلت اكس واي زد على اور جيت بوجود بابل ايضا عشان تصير نور. وبهيك كنا قدرنا نعمل الانبوتس نزيدهم عن 2 انبوتس. الان في نقطه بخصوص الاكس اور والاكس نور. اهم نقطه لو كان عندي 3 انبوتس لاكس اور واكس نور شو الحل؟ خلينا نشوف. لو كان عندي A B C XOR واللي هي عبارة عن A XOR مع B XOR مع C، لا خلينا نظهر خط. هذول بيمثلوا ايش؟ بيمثلوا الاكس اور والاكس نور. طيب شوف الحالات، راح يكون عندي هون 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 واخر شيء 4 زيروز و 4 ones. ايش راح يكون عندي؟ متى نعتبر الاكس اور بالنسبه لل 3 انبوت 1 ومتى نعتبرها 0؟ الخطوه القاعده باختصار، لما بكونوا الانبوتس نمبر اوف وانز فيهم اود، عدد الوانز فردي، نعتبر الاكس اور 1. طيب وين فردي؟ اول حاله زوجي انسى، ثاني حاله فردي هاي 1، ثالث حاله فردي هاي 1، رابع حاله زوجي انسى يعني 0، انسى يعني 0. الحالة اللي بعدها فردي هاي 1، الحالة اللي بعدها زوجي 0، زوجي 0 فردي 1. إذن هاي هيك بيكون شكل الفانكشن الخاص بالإكس-OR. ولو عملنا كومبليمنت لكل هالكلام راح يعطينا الإكس-NOR، يعني ال1 ال0 عفوا بتصير 1، ال1 بتصير 0 0 1 0 1 1 0.
فمهم نذكر القاعدة إنه الـ XOR بسموه odd function والـ XNOR بسموه even function. الموضوع مرتبط بالـ odd والـ even والمسميات هاي بـ number of ones الموجودة عندي بالـ inputs اللي هما الـ A, B, and C. And that's it. أيضاً في كمان ملاحظة لو جينا من الداخل راح نشوف انه في عندي ناند جيت داخل عليها A B C، في عندي another ناند جيت داخل عليها D and E، والاوتبوت منهم داخل على ناند جيت. ليش ناند جيت؟ عشان البرايم هاي، لاحظوا هي اند مع البرايم صارت ناند، وطالع منها الفانكشن. هلا نفس هاي لو طبقت عليها دي مورغانز ثيوريم ايش بتصير؟ راح تصير A B C plus D E، راح تصير بتشبه الستاندرد فورم اللي هو عبارة عن sum of products. راح يكون عندي two AND gates، هاي AND وهي AND، وبيربط بينهم OR gates and that's it. يعني بصير السكيماتيك دياجرام موجود أمامنا مختلف إلى حد ما، بحيث بكون عندي هون AND كمان AND، واللي طالع منهم داخل على OR and that's it. مبدئيا اللي مستخدم في كتابنا وفي الكورس اللي احنا بناخده وكل دراستنا راح تكون بوزيتيف لوجيك، بس في بالمقابل شيء اسمه نيجاتيف لوجيك، وحلو نطلع عليه نعرف ايش هو. تتذكروا لما مثلنا الاند جيت؟ الاند جيت احنا كيف بنمثلها؟ على شكل 0 0 0 1 1 0 1 1، والاوتبوت منها بيكون 0 0 0 1. هاي احنا بنعرف انها ايش؟ انها اند جيت تروث تيبل. وبهاي الحالة وبهذا التمثيل هي بتمثل positive logic. طب لو الـ AND gate نفسها بدي أمثلها بالـ negative logic كيف بتمثل؟ ركزوا معي منيح، بدل كل الـ zeros ones وكل الـ ones zeros، كيف بتصير؟ بتصير 1 1 1 0 0 1 0 0، وهون بتصير 0 1 1 1. لاحظوا انه هون هاي بتمثل AND gate truth table using negative logic. طيب لما نحكي عن الـ AND gate بالـ positive logic تمثيلها بسيط أيضا، هي AND gate نعرفها كويس، الأوتبوت خليه مثلا زد، والإنبوت نعم يا عبد الرحمن بنعكس الإنبوت والأوتبوت كمان، كل شيء بنعمله فليبينج أو كومبليمنت.
والانبوت اكس واي. لما نروح على الاند او عفوا نفس الاند جيت بالنيجاتيف بتبطل الاند جيت بتصير اشي بيشبه الاور جيت بس في اشاره بتحكي لنا انه احنا بنستخدم النيجاتيف زي مثلث بيكون هيك شكله جزء تكونوا شفتوا هيك سيركت هاي هي نفس السكيماتيك دياجرام الخاصه بالتروث تيبل الثاني اللي بيمثل النيجاتيف اللي خاصه بهذا التروث تيبل الموجود عندي هون هذا التروث تيبل لحظه هو بيشبه كثير الاور جيت يعني لو قعدنا ترتيب هذول الزيروز من فوق وترتيبهم 0 1 2 3 راح يصير نفس الاور جيت بس اذا كنا بنحكي احنا بنستخدم نيجاتيف لوجيك معناها لازم لما نرسم السكيماتيك دياجرام نضيف المثلثات الصغيره هاي على الاور جيت للدلاله انه احنا بنشتغل مع نيجاتيف لوجيك هاي فقط للعلم على الهامش لكن احنا في كتابنا وفي الكورس الحالي كل استخداماتنا على البوزيتيف لوجيك وليس النيجاتيف لوجيك البوزيتيف لوجيك هو ينطبق عليه كل ما مر معنا سابقا النيجاتيف لوجيك بالنسبه للتروث تيبل بنعكس نفس ال1 وال0 الموجوده معنا هون بنعكس كل شيء ال1 بتصير 0 وال0 بتصير 1 ولاحظوا هون اللوجيك بيختلف اصلا بتبطل تشتغل اند جيت يعني هون بجوز من الخطا ان نسميها اند جيت هي بتصير اور جيت وذ نيجاتيف لوجيك ولما نرسم السكيماتيك دياجرام احنا بنرسمها از اور جيت وبنضيف عليها التريانجلز الصغيره هاي باختصار اذا كنا بنستخدم بوزيتيف لوجيك الاند بالبوزيتيف لوجيك بتصير اور بالنيجاتيف لوجيك الاند بالبوزيتيف لوجيك بتصير اور بالنيجاتيف لوجيك والعكس صحيح برضو الاور بالبوزيتيف بتصير اند بالنيجاتيف لوجيك اند ذاتس ات حتى هنا انتهى درسنا اللي عنده سؤال او استفسار محمد كنت بدك تعمل سكرين لشغلة صراحة مش عارف عن أي سلايد لكن ممكن إنك بتحكي عن يمكن هذا أو نشوف اللي قبله